اول حاجه هنعملها اللي هي الكريمه المخفوقه او الكريم شانتي. اتفقنا ان دي بودره كريم شانتي جايبينها من عند مستلزمات الحلواني، من عند السوبر ماركت في اكياس او من عند العطار سايبه اهي. اسمها ايه؟ اسمها بودره كريمه الخفق او بودره كريم شانتي. هحط عليها سائل يكون متلج، ميه، لبن، كريمه حلويات او كريمه خفق او كريمه لباني، لكن مش كريمه الطهي. هحطهم على بعض زي ما انتم شايفين كده من غير اي اضافات مبدئيا. هروح هناك معلش ابتدي اضرب فيها. بسم الله. اول ما تبتدي تعمل التعريجات اللي انتم شايفينها دي والتعريجات دي ما تنزلش تاني في الكريمه بوقف. ليه بوقف؟ لو زودت عن كده، هو انا طبعا عشان حاطه بودره كريم شانتي مش هتعمل كده، لكن لو انا بستخدمها الكريمه العاديه وزودت هتقلب زبده. طيب الكريم شانتي دي ساده خالص، حطيت عليها نقطة فانيليا هتبقى بطعم الفانيليا، حطيت عليها نقطة لون وليكن لون أحمر مثلا أهو، بقت ملونة، وهكذا بقى خلاص يعني الموضوع انتهى. فهمتوا قصدي إيه؟ معاكوا الوصفة الأساسية وبقية الحاجات دي كلها تطلع منها أهي كده، هي بطعم الفانيليا ولونها أحمر بمنتهى السلاسة والبساطة. تقعد في التلاجة لمدة يومين ما يجرالهاش أي حاجة.